اهلا بكم مره تانية. نزرع زيتون زيت مكثف ولا نخلينا زي ما احنا؟ يسعدني في الفقره الاخيره من حلقتنا النهارده ان انا استضيف صديقي الدائم المهندس صبحي ليله، استشاري زراعات الزيتون المصري اللي انضم الينا بعد الاستاذ الدكتور عادل خيرت. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، شرفتنا يا باشا. الله يشرفنا يا دكتور. هرجع بقى بعد اذنك تاني. طبعا استاذنا. يا باشا خلاص عاوزين نزرع زيتون زيت. انا بقى لا في المكثف دلوقتي ولا في الايه؟ في الزيتون العادي. اذا لازم انتقل اصناف عاليه الانتاجيه. ما هي الاصناف عاليه الانتاجيه في مجال زيتون الزيت اللي تجود زراعتها في مصر بانتاجيه عاليه وبظروفنا المتاحه اللي حضرتك اطلعت عليها وشفتها؟ اول شيء ما شاء الله مصر تزخر بأصناف محلية ممتازة كويس، سواء للتخليل أو للزيت. نعم. بعدين في مشروع لسه منتهي، هو مشروع بحثي كان في مع البحوث البساتين للتهجين، انطلق منذ 1992، كان مشروع عالمي يضم الكثير من البلدان منهم مصر تونس وغيرها وإيطاليا في أصناف مهجنة حاضرة جديدة. المطلوب الآن هو معرفة تأقلم هذه الأصناف مع التكثيف المحلية أول شيء. نعم. لأنه لغاية دلوقتي أكثر الزراعات وأكثر البحوث اللي صايرة في موضوع زيتون التخليل. أنا بحمل مسؤولية أن الباحثين الزملاء والإخوة أنهم ينطلقوا في دراسة مؤهلات هذه الأصناف مع النمط المكثف أو عالي الكثافة أو غيره. نبدأ بالأصناف المحلية. ممكن بيصير فيه بعض الأصناف المحلية اللي تتماشى مع مختلف الأنماط الزراعية. الأصناف المحلية اللي زي الإيه يا دكتور؟ الكوريتين، أنا اللي أعرفه يعني عارف المراقي صنف مصري ممتاز على فكرة. ممتاز. يعني بيتميز بحبة حجمها كبير وتركيبة الزيت. وتركيبة زيتها ممتازة. أيوة تركيبة الزيت. بس هل يمشي في جميع الأنماط الزراعية؟ هذا مفروض يشتغلوا عليه مراكز البحث. المفروض يجربوه في الزراعات العادية المكثفة. علشان يكون دايما عندنا جواب لما بيسألوا المزارع. يقول أنا عاوز أزرع تنصحوني بإيه؟ مفروض يكون البحث سباق، يكون عنده مجموعة من المعلومات يوفرها للمزارع. في الحال الوضع الحالي لا أعرف إن صارت فيه بعض التجارب أو لا. اللي أعرفه في التخليل ما شاء الله عندكم الأصناف العجيزة من أعز الأصناف المحلية. نعم. اللي معروفة عالميا، يعني أكيد في الأصناف المحلية فيه أصناف اللي تتمشى مع زيتون الزيت بدون الحديث عن النمط الزراعي مكثف أو عالي الكثافة. طيب الأربوزانة والأربكينة اللي احنا عاوزين نستوردها، وأنا أعرف مستثمرين كتار جدا يعني متقدمين بشهادات على أساس بطلبات على أساس يستوردوها من المغرب أو من تونس، وحضرتك عارف ان في تضييق شديد جدا على المنافذ او المناشئ اللي احنا ممكن نستورد منها على اساس خوفا من مرض الزيليلا وبكتيريا تدمر ليس الزيتون فقط وانما اكثر من 300 عائل من عوائل الفاكهه. هل احنا ما نقدرش نربي الاصناف دي في مصر؟ المفروض تصير في تجارب. انا قلت لك الاصناف هذه اللي ذكرتها، الاربكينا والاربوزانا والصنف الكورونيكي اللي هو الصنف اليوناني، هذه الثلاث الاصناف المعتمده حاليا. ليش معتمده؟ لان تتماشى مع النمو العمودي وتتماشى مع المكننه. جربت مثلا في اسبانيا او في ايطاليا اصناف، او في تونس جربت بعض الاصناف الاخرى ما اعطتش الاهداف النتائج اللي كانت مرجوه من الاهداف من الكثافه العاليه اللي هي الانتاج الوفير وانتظام الانتاج وقابليتها للنمو العمودي. بعض الاصناف اللي هي كثيره النمو لما بتزرعها في المكثف بترجع للشكل الكروي بتاعها، ما تتاقلم مع النمو العمودي. لذلك وقع. تسمح لي انتقل لتلميذك واساله انت في نصايحك للناس وانت كاستشاري زيتون من اسوان الى اسكندريه ومن مطروح الى سينا، تنصح اصحابك ايه دلوقتي بالزراعات؟ هل يستمروا في التخليل ولا في الزيت؟ والطلب على الزيت ايه والطلب على التخليل ايه؟ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بستاذن استاذي الاستاذ الدكتور موجم سلم، وهو من احد من لهم بصمات في حياتي في مجال الزيتون، وانا اشكره واجله في هذا المجال وفي مجالات اخرى. هو اللي علمك ولا انا؟ والله لا، هو اللي علمني. طيب ماشي.
اعتقد مصر حاليا بتعتبر على خريطه العالم او في المصاف الاولى في دول العالم في انتاج زيتون المائده. جهزوا لي المهندس محمد الخولي يا جماعه علشان يغطي الحلقه كلها برايه النهائي بعد المهندس الصبح. زي ما بقول اعتقد ان مصر بتعتبر من مصاف الدول المنتجه للزيتون وبخاصه زيتون المائده. اما زيتون الزيت احنا متدنيين فيه. كفانا زيتون مائده. انا ادعو كل المستثمرين ان يخوضوا تجربه انتاج زيتون الزيت او انتاج زيت الزيتون بزراعه اصناف الزيت. احنا هنا هنتكلم سواء مكثف او عالي الكثافه ما في مشكله. ازرع تقليدي بس ازرع زيت. ازرع زيت واحنا بنتمتع بوجود ايدي عامله كبيره جدا واخد بالك؟ اعتقد احنا يعني احنا احتلينا المرتبه الاولى عالميا في انتاج زيتون المائده عن طريق الجمع اليدوي. مش هنقدر نشتغل زيتون الزيت بالجمع اليدوي برضه؟ طب التضييق على المستثمرين النهارده، في مستثمرين وانت عارف وادرى بيهم انفقوا مئات انفقوا ملايين، جهزوا اراضي وجهزوا نفسهم لاستقبال زراعات الزيتون المكثف وتقدموا لوزاره الزراعه بطلبات لاستيراد شتلات من المنشأ الوحيد اللي هو تم اعتماده وفقا للوائح الحجر الزراعي في المغرب الشقيقه، والمسائل الى الان لسه الامور التصديريه واقفه. احنا دكتور مونجي خايفين من اللي بخاف من العفريت بيطلع له. ايه اللي يخيفنا ان احنا نستورد الشتلات دي؟ خاصة ان المنشأ معتمد وخالي من الزيليلا وتم اعتماد الفايل الملف الفني بتاعه اكتر من سنة ونص. للأسف الملف بتاع الاستيراد الشتلة ده للأسف كان المفروض احنا نخشه من الباب ولكن دخلناه من الشباك. دخولنا من الشباك هو اللي قفل علينا الباب. كان المفروض نخش من الباب من خلال قناة شرعية، من خلال قناة رسمية، ونخش السادة المستثمرين الكبار ضاق بهم التفكير ان هم يتقدموا بنفسهم من خلال قناه شرعيه وهي وزاره الزراعه واداره الحجر الزراعي ويخشوا ويكونوا هم المستوردين. هم دخلوا من الشباك ما دخلوش من الباب. معلش، هو يمكن الشباك هو اللي كان النافذه الوحيده اللي اتفتحت ليهم. وانا هنا ايضا بوجه ندائي ورجائي للسيد معالي وزير الزراعه الاستاذ الدكتور عز الدين ابو ستيد، دعنا نلحق ميزة ان احنا نستورد هذه الشتلات بسرعة، خاصة انها مش موجودة، نقدر نربيها، نقدر نكثرها، نقدر نعمل لها مشات المحلية قبل ان تتأثر المغرب الشقيقة او تونس الشقيقة بالزيليلا خلال 5 سنوات مقبلة، لان دي بكتيريا. والمستثمرين المصريين هم اكثر خوفا على زراعتهم وعلى استثماراتهم من الزيليلا او غيرها. معلش يا محمود بيه، اتفضل. انتوا ليه بتتكلموا على الزيليلا في الزيتون؟ هي زيليلا ملهاش العائل واحد الزيتون عائل ملهاش. طب ما حضرتك على موالحنا وعلى عنبنا. صبرا يا اخي صبر. احنا بنستورد اصلا، بنستورد نباتات زينه من بره وبنستورد فاكهه من بره، شتلات فاكهه، ومحدش يتكلم عن الزيليلا. وممكن اشمعنى الزيتون وممكن يعني تبقى حامله ايضا للزيتون، وممكن تبقى حامله للزيتون. اشمعنى الزيتون يعني؟ اذا هي نغزه حلوه فعلا. هي يعني المهندس محمد الخولي معانا يا شباب؟ يا شباب يا باشمهندس محمد. الو، يا باشمهندس محمود. ازيك يا باشمهندس محمد؟ والله نحمد ربنا. ازاي حضرتك؟ انا طبعا معلش، معذره، انا فضلت وبعت لحضرتك قلت لك ان انا هسيب مداخلتك للاخر عشان تكون سمعت كل الاراء واتضحت قدامك الحلقه واهدافها، وحضرتك تقول اللي حضرتك تقوله، الميكروفون معاك. طيب بدايه بس يا باشمهندس محمود احب اوضح حاجه. اتفضل. ان موضوع الزراعات عاليه الكثافه يحيط به الشجن لكثير من حالات الفشل على مستوى العالم، وبرضه بيحيط به قصور في البحث العلمي. نعم. وانا هرجع لنقطه مهمه جدا قالها الدكتور اخونا ملجي مسلم. نعم. ويعني يساعدني ان هو بيننا وبين بعض علاقه تدوم على مدى 15 عاما من خلال مؤتمرات وزياراتي لتونس وزياراته لمصر. نعم. هو قال كلمه جميله جدا وهي يجب ان يكون البحث سباق. اللي حصل في موضوع الزراعات عالية الكثافة ان العلم التطبيقي سبق البحث العلمي. نعم. ثم اتى البحث العلمي متأخرا جدا، حتى وانه الى عهد قريب لغاية سنة 2016
كان الدراسات، معظم الدراسات التي تم إجراءها من قبل العلماء والباحثين لم تدم أكثر من 7 سنوات. هذا النظام يوجد عليه الكثير من الاعتراض، وفشل زي ما قال برضو أخونا الدكتور منجي في قصص نجاح وقصص فشل. هو أشار أن المساحة حاليا على مستوى العالم من الزراعات عالية الكثافة بتبلغ 180,000 هكتار، مش هقارنها بمساحة العالم المنزرعة زيتونا، ولكن هقارنها فقط بالمساحة المنزرعة في أسبانيا والتي تبلغ حوالي 3 مليون هكتار. فهذه النسبة مقارنة فقط في المساحة المزروعة في أسبانيا لا تتجاوز 6%، لو قارناها بالمساحة العالمية لن تتجاوز 1%. المعلومات قاصرة نتيجة قصور البحث العلمي في هذا المجال. لو هتكلم على مصر، وأنا عايز أتكلم الحقيقة، يعني كان يجب أن أقدم التقديم الوافي، أنا هتكلم بثلاث صفات. الصفة الأولى بصفتي مزارع زيتون، بقالي 33 سنة بزرع الزيتون، بصفتي خبير دولي، بصفتي استشاري للحكومة الأسترالية، وبصفتي منتج للزيت، صدرت إلى أرقى أسواق العالم من أستراليا لليابان، أنا موجودين في اليابان من سنة 2004، وصدرنا أمريكا وصدرنا إلى الكويت، وحضرتك أشرت أن الزيت المصري له سمعة طيبة عندما ينتج بأسلوب جيد في وقت حصاد معين. في اعتراضات كثيرة فيما يخص البيئة المصرية، وأنا كنت في الاجتماع اللي أشار به الدكتور عادل النهاردة، قلت أن في ظروف بيئية تحد من فرص زراعة الزيتون المكثف في مصر. من هذه الحاجات الحقيقة، وهي معظمها ظروف بيئية، أشرت في الاجتماع النهاردة مثلا على سبيل المثال الضوء. الضوء في المناطق المنزرعة في أسبانيا بيصل في السنة إلى 2800 ساعة تقريبا، ساعة ضوء سنوية، بينما عندنا 3450 ساعة. الفرق في عدد ساعات الضوء ده بيؤدي إلى أن عملية الفوتوسينثيسز والريسبيريشن بتبقى أعلى، وبالتالي النبي عربي يا باشمهندس، النبي عربي عشان بيسمعونا فلاحين، النبي عربي. طيب ما اتكلمش لغه عربيه يعني؟ بعد لا اتكلم عربي، يعني الكلام الانجليزي حاول تجيبه عربي. التمثيل الضوئي. ايوه التمثيل الضوئي. نعم التمثيل الضوئي بيكون عندنا في الاشجار بتاعتنا اعلى، وبالتالي الاشجار بتاعتنا بتاخد حجم سريع، وكثير من الخبراء الاجانب وعلى راسهم وما بعتبروش اجنبي الاخ الفاضل الاستاذ الدكتور منذي مسلم، وانا في جلسه يمكن حوالي 5-6 سنوات قلت للدكتور منجي في حديث عام يعني ان مصر في غنى عن الخبراء الاجانب، لان مصر رائده عالميه في مجال الزراعه المرويه لاشجار الزيتون. ويومها قلت له انت نعتبرك لست خبيرا اجنبيا، انت خبيرا عربيا واخ فاضل لينا، وبتيجي بتشرف مصر وبتلاقي افضل استضافه انطلاقها المحبه. شكرا. عايز اقول على حاجه بقى مهمه جدا. ليه اوروبا اتجهت الى الزراعه عاليه الكثافه؟ اولا معدل انتاج الهكتار في اوروبا لا يتجاوز 3 طن في الهكتار، بما يعني 1.2 طن للفدان. طب احنا الزراعه العاليه الكثافه بتروج على اساس انها بتنتج 18 طن في الهكتار، يعني 7 طن في الفدان. اذا كنا احنا في مصر بننتج في الظروف اللي هي عاليه الكثافه 8 طن اللي هي الكثيفه، انا اسف، بننتج في الافرج من 5-7 طن، وهناك قصص نجاح مسجله ان في مزارعين انتجوا 15 و18 طن في الفدان. فما هي الحاجه ان انا احط علشان القصه في الاخر جرين كفرج على الارض يا باشمهندس محمود. الجرين كفرج ده اللي هو الغطاء الخضر، الغطاء الخضر ممكن اوصل له من 100 شجره، ممكن اوصل له من 120 شجره، ممكن اوصل له من الاعداد الضخمه اللي تحدث عنها الاستاذ الدكتور منجي. فاذا الانطلاق لهذا النظام في اوروبا
كان له دافعين: تحسين إنتاجية الهكتار من 3 طن إلى 18 طن في مساحات صغيرة جدا على مستوى العالم تكاد لا تذكر. الحاجة الثانية إن مصاريف الحصاد أو المقارنة بالعائدات في أوروبا بتشكل 60-70%. طب إحنا عندنا في مصر بتشكل إيه؟ بالرغم من ارتفاع أجرة العمالة في عندنا لا تشكل إلا 8.7%، هنقول حتى 10%، وبالتالي ما عندناش مشكلة في الحصاد. كل سنة بنشتكي يا مزارعين مفيش عمال، ويحصد المحصول سنويا، يعني مفيش ثمار بتظل على الشجر. نحن لسنا في حاجة إلى الميكنة. ممكن نشتغل سيمي ميكانيكال اللي هي الميكنة النص ميكان أو غير كاملة الميكانيكية. لو جينا بقى اتكلمنا في النواحي الزراعية، أولا الكثافة بتؤدي إلى عملية شيدينج، وأنا شفت تجربة حقيقة في تونس موجودة في معهد الزيتونة في صفاقس، عندما بدأوا في تجربة اللي هو المفروض اللي يتم بقى، يعني هم في تونس بدأوا الأول بتجربة في معهد الزيتونة في صفاقس، ومعهد الزيتونة في صفاقس يشبه الوزارة، قاموا بتجارب على السوبر هاي دنستي أو الزراعة عالية الكثافة، وأنا رأيتها رؤى العين وعندي منها صور. عملية الشيدينج أو التضليل بتؤدي، وده أشار إليه الدكتور منجي مسلم، بتؤدي إلى أن الأجزاء السفلية، وهو أشار لهذا، بتبتدي تفقد الورق بتاعها وبتبتدي الشجرة تتخشب. ولنا أن نذكر هنا أن شجرة الزيتون تعريفها العلمي ليست شجرة، هي شجيرة. ومن خصائص الشجيرة أن نسبة الأوراق إلى الأخشاب تكون عالية جدا. يعني حضرتك مزارع زيتون يا باشمهندس محمود، لما بتمر في مزرعتك عندما ترى شجرة فيها خشب بتعرف أن الشجرة دي محصولها قليل. طبعا في تجارب كثيرة في السعودية مثلا على سبيل المثال، أنا بس عايز أكد حتة البيئة، ما يصلح في تونس مش بالضرورة أنه آسف ما يصلح في تونس وأنا مش آسف في تونس أو في أسبانيا، حضرتك ليس بالضرورة أن ينجح في مصر. لو بصينا على خريطة شمال أفريقيا اللي هو الدول المواجهة للبحر المتوسط، هنجد أن تونس قطعة من أوروبا. لو بصيت على خط العرض كده هتلاقي تونس مرتفعة. تونس بيسقط في المناطق الشمالية بتاعتها ما يتراوح، ويصححني الدكتور فاضل منجي مسلم، من 450 ل 600 ملي أمطار سنوية، ولهذا السبب يزرعون في المناطق الشمالية على 7-7، ثم كلما اتجهت جنوبا حتى 7-7 في كمسافات زراعة، كلما اتجهت جنوبا حتى تصل إلى صفاقس بيزرعوا في الفدان 18 شجرة، يعني بين الشجرة والشجرة 24 متر، يعني الفدان لا يحتوي إلا على 7 شجرات، وهذا يؤكد تأثير البيئة على نظام الزراعة. نيجي بقى لمصر، احنا اتكلمنا أولا في شدة الضوء، بتكلم في طبيعة التربة. التربة عندنا تربة رملية فقيرة، نسبة السلك فيها ضعيفة، لا تمسك العناصر المعدنية المغذية للأشجار، هي تربة انفرتايل، نسبة الكربون الأورجانيك كربون فيها ضعيفة جدا، وبالتالي إذا زرعنا الزيتون على هذه التربة دون تحسين مواصفاتها لن ينجح الزيتون. بنعمل إيه؟ بنزود الأورجانيك كونتنت بتاعها، بنحط كومبوست، بنحط مواد عضوية، ثم نزرع الأشجار، ثم نرويها بالخبرة المصرية الطويلة على مدار أكثر من 35 سنة. كل هذا يؤدي إلى تضخم الأشجار. كان هناك رأي النهاردة، أتكلم في البند التالي، المية. إحنا البلد أصبح فيها سنة 96 حضرتك مصر بدأت تنزل تحت الخط الفقر المائي المعرف من WHO بألف متر مكعب للفرد. وصلنا حاليا لحوالي 550 متر مكعب للفرد إلى 600 متر. الأرقام غير مدققة بصفة كاملة. ولكن عندنا أزمة في المية.
فلا بد ان نعظم من استهلاكنا للمياه الجوفيه. نحن نعلم جميعا ان المياه الجوفيه في مصر الكثير منها مرتفع في الملوحه، وكل ما بنستخدم هذه المصادر كلما ترتفع الملوحه فيها. النهارده كان في راي بيقول، وانا لا اتفق مع هذا الراي باي صوره من الصور، قيل ان المستثمرين الاجانب عندما يحضروا الى مصر لزراعه الكثافه العاليه ويفشلوا فالبلد مش هتخسر حاجه. لا يا فندم، احنا هنخسر الاتي: الزراعه المكثفه اللي هي على متر 75 او على متر ونص تستهلك مياه تتناسب مع الجرين كفر زي ما انا قلت، اللي هو الغطاء الخضري. اللي هيحصل لو هذا المستهلك فشل في هذه الزراعه، سنغطي الارض بالاملاح وستصبح هذه الارض غير قابله لزراعتها مره اخرى. سنستنفذ الخزانات الجوفيه في تجارب نحن في غنى. بهذه النقطه وهذه الجزئيه بشكرك جزيلا يا باشمهندس محمد، تكون غطيت الحلقه كلها، وانا اي اجري رايك، انا بوافق على رايك، وبشكرك جزيلا وعلى وعد ان انا التقيك في حلقه كامله في استديو مصر الزراعيه في برنامج باقي الارض. بشكر ضيفي العزيزين الاستاذ الدكتور منجم سلم، شرفت مصر، المهندس صبحي ليلى، شرفتيني للمره الثالثه او الرابعه، ويسعدني تشريفك الدائم لي. حضرات الساده المشاهدين، شكرا جزيلا، تصبحوا على الف خير.